منذ الأسبوع الماضي نقابة المهندسين تخوض إضرابا عاما، وذلك من أجل الحصول على مطالبها، وهذا ما تنتظره. ولكن تفاجأت يوم أمس بقيام وزارة الأشغال العامة والإسكان برفع دعوى قضائية مستعجلة على النقابة، وذلك من أجل وقف الإضراب. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن نقيب المهندسين المهندسة نادية حبش. أهلا وسهلا بك معنا. أهلا فيك نقيبة المهندسين. نعم، ويعني ربما أيضا في حالات أخرى ربما يكون الأصح لغويا نقيب، ولكن يعني ربما يوم أمس لم تكن أي توقعات بوجود مثل هذا القرار. أنتم كنتم تنتظرون استجابة من الحكومة من أجل وقف هذا الإضراب والحصول على مطالبكم، ولكن حصل سيناريو آخر. ما الذي حصل؟ نعم، في الواقع احنا استلمنا الدعوة المستعجلة يوم الخميس وليس أمس. نعم، بالفعل احنا كان توقعنا استجابة الحكومة للمطلب كونه استحقاق وليس مطلب جديد، هو استحقاق، وبالتالي كان المأمول من الحكومة تنفيذ وعودها وتنفيذ قراراتها، ولكن فوجئنا بالفعل بدعوة دعوة مستعجلة رفعت علينا في المحكمة الإدارية. نعم، وأنتم بدوركم اليوم ما الذي ستفعلوه ردا على هذه الدعوة، وأيضا ربما هل سيكون ذلك إرباكا لخطواتكم التصعيدية من أجل نيل مطالبكم؟ لا أبدا، خطواتنا التصعيدية ماشية، لأنه إحنا إضرابنا قانوني وإضرابنا مبلغ في الفترة الزمنية القانونية. نحن بلغنا الحكومة تحديدا رئاسة الوزراء في 28/4/2022، وبالتالي المدة القانونية هي 4 أسابيع تنتهي 28/5/2022. نحن بدأنا بالإضراب ب1/6، فإذا إحنا فيما يتعلق بالفترة الزمنية مستوفيين لشروط، ويعني إضرابنا قانوني 100%. وربما يعني حصل السيناريو مشابه مع نقابة الأطباء سابقا، وصلت القضية إلى المحكمة العليا ولكن ردت فيما بعد. عزيزتي الوضع مختلف، يعني كل حالة تختلف عن الأخرى، الأسباب والمبررات، ولكن أنا يعني بحب أطمئن جميع المهندسين وأطمئن الجميع أنه إحنا جهزنا لائحة جوابية وسنكون جاهزين فيها اليوم في المحكمة، وبالتالي لضحط كل ما ورد في الدعوة المقامة ضد نقابة المهندسين. نعم، وسيكون هناك أيضا وقفة احتجاجية أمام المحكمة. نعم، وقفة احتجاجية مساندة. بتعرف أنت أنه هاي الوقفات هي للإعلام وللضغط على الحكومة أيضا، لأنه مش معقول أن تقوم بأنها تستفرد بهاي الشريحة اللي بتعد نقابة المهندسين تمثل أكثر من 30,000 مهندس. نعم، ربما اليوم يعني السؤال الأكثر تواردا إلى الأذهان، في حال لم تستجب الحكومة ما هي الخطوة بعد الإضراب؟ أم أنكم فقط ستستمرون في الإضراب؟ نحن سنستمر في الإضراب إلى حين تنفيذ قرارات مجلس الوزراء. ما نطالب به هو تنفيذ وإفعال القانون. نحن لا نطالب بأي شيء جديد، نحن لا نطالب بأي شيء خارج عن القانون، وإنما نطالب تنفيذ، بديش أقول الوعودات والتفاهمات، وإنما تنفيذ القرارات. هل تلقيتم أي دعوة من أجل الجلوس على طاولة الحوار مثلا، البحث في أي مسألة ربما من قبل الحكومة؟ تلقينا دعوة غير مباشرة، بصورة غير مباشرة، ليست من خلال يعني رسالة رسمية، دعوة غير مباشرة، ولكن هذه الدعوة كانت إنه أوقفوا الخطوات من أجل الجلوس معكم للنقاش، وإحنا كان جوابنا إنه منوقف الخطوات ونجلس معكم للمباركة بإنجازنا حقوقنا. نعم، إذن النقيب نادية حبش نقيبة المهندسين كنت معي أو كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. العفو.